عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين شيوات أم العربي، مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات الكيك اللي كطلبوه مني بزاف. اليوم غادي نقدم لكم بمشاركة مع قناة غالي، صاحبة قناة عزيزة وغالية على قلبي بزاف، اللي هي القناة الأخت عائشة غيسيبيس، اللي غادي أنا نقدم لكم هذا الكيك بجوج طبقات، بطبقة الفلون وطبقة الكيك، وهي غتقدم لكم واحد التورتة باردة راقية وسهلة واقتصادية. نتمنى تزوروا القناة ديالها وتكتشفوا وصفاتها لأنها سهلة وبسيطة، وأنا كنت كنجرب لها الوصفات كانوا معتمدين عندي. غنخلي لكم الرابط ديال القناة ديالها أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. هذه هي التورتة اللي غادي نقدم لكم أنا، ونخليكم مع صور التورتة باردة اللي غتقدم لكم الأخت عائشة. ما تنسوش زيارة القناة ديالها والاشتراك فيها والضغط على الجرس باش دائما توصلوا هي بالوصفات ديالها. نتمنى هذه هي الوصفة، غادي تشوفوا معايا الصور ديال الأخت عائشة ونتلاقاو مع المقادير وطريقة تحضير الكيك ديالي. غندوزو المقادير وطريقة التحضير ديال الكيكة اللي غنقدم معكم أنا، ولا اللي غنوجد معكم أنايا، اللي هي المقادير فيها جوج ديال البيضات، فيها هنا درت نص كاس ديال الحليب بودرة، عفوا الشوكولات ديال الحليب اللي كنديرو للدراري في الحليب. هنا هاد الكاس اللي فيه معلقة ديال القهوة سريعة الذوبان، ولكن غندير فيه الماء طايب وغنحتاج حتى للاخر ديال الوصفة. غادي نحتاجو كاس عنبة ديال السكر سنيدة، نص كاس عنبة ديال الزيت، جوج كيسان عنبة ديال الدقيق الابيض، جوج كيس ديال خميرة الحلوى اي 14 غرام، وغادي نحتاجو واحد الكيس ديال السكر فانيلا 7 غرام. انا غادي ندير الروح ديال الفاني لان ما متوفرش عندي الكيس ديال السكر فانيلا. الطريقة غادي ندير المكونات كما عودتكم دائما في الخلاط الكهربائي. غادي ندير جوج بيضات، غادي نزيد عليهم السكر، الزيت، هذا الشوكولاته غبره، وغادي ندير الروح ديال الفاني. نخلي هذا الكاس هنا، غندير الروح ديال الفانيلا، غادي نخلط هذا الشيء كلشي مزيان حتى يتميكس لينا وغادي نطلقوا. هنا خلطت الخليط ديالنا ديال الكيك، غادي نفرغو في الاناء اللي غادي نخلط فيه الدقيق. نفرغو كامل. بعد ما صبيت هذاك الخليط، دابا غندير جوج كيسان هذا الكاس الاولاني وغادي نغربلو، وغادي نزيد عليه الكاس الثاني، وهذوك الزوج خمارات اللي ذكرت في المقادير. كتشوفوا هنا مني كملت الدقيق خلطته مزيان كيجي بحال هكايا، هذا هو الشكل النهائي ديالو. ثقيله شويه ما تخافوش. دابا اشنو غادي نزيد في الاخير؟ هذيك المعلقه ديال القهوه سريع الذوبان، قلت لكم غنضيف لها كاس ديال الماء طايب مغلي بحال غنعمرو به اتاي على هذا الشكل. ها هو كيف كتشوفوا، غادي نذوب هذا القهوه وغادي نخويها في الخليط وغادي نخلط كيف كتشوفوا بالزربه. صافي ها الخليط ديالنا ولا واجد. دابا غادي نفرغوه في مول، انا غنديرها في هذا المول، انا خيرت هذا المول. نتوما ديروا اي مول عندكم في الدار ولا كيعجبكم، مول واخا دائري عادي. غادي نفرغ فيه الخليط ديالنا. دابا غادي نفرغ الخليط ندير الكيك، غندخل الكيكه ديالنا الفران طيب، الفران يكون بارد من قبل، نشعلو على 180 درجه ونشعلو غير لتحت، طيب لينا الكيك وتحمر من التحت، عاد نطفيو التحتاني ونشعلو الفوق تحمر ونخرجوها باش نوجدو
بعضياتنا. الكيك ديالنا مني بردات خرجتها من الفران، كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالها. دابا غادي نقلبوها في طبق التقديم. كيف قلت لكم دابا غادي نقلبوها غير في طبصيل، لان باقا تابعنا غادي نبغيو المول. بسم الله. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك كيف كتشوفوه، هكا تيجي. غادي نخليه هو يبرد على جنب، وغادي ندوزو نوجدو الطبقه ديال الفلون اللي غادي نديروها مع هذا الكيك. غادي نحتاج نفس المول، هو هذا. غادي نغسلو. دابا غادي ندوزو للطبقه الثانيه اللي هي طبقه الفلون اللي غنحتاجو فيها نص سيترو ديال الحليب السائل. غادي نحتاجو معاه واحد كيس من الفلون، انا حيت الكيكه دايره فيها هذاك الشوكولات. غادي نحتاجو هنا الشوكولات الكاك الفلون بمستحضر الشوكولا، هذا ديال 6 غرام. غادي نحتاجو معاه، درت هنا جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، هنا شويه ديال روح الشوكولات الا متوفره. الا ما متوفراش عندكم ما ديروهاش، ماشي ضروريه في هذه الوصفه. وغادي نحتاج صلصه الكراميل، هذه انا شاريها واجده اللي غادي نديرها في المول ديالنا. الطريقه غادي نوجد الفلون عادي بحال كيما كنوجدوا الفلون ديالنا بحال هكا. غادي ندير فيه السكر، قلت هذوك جوج معالق ديال السكر. غادي نضيف ليه هاد الكيس ديال الفلون، غادي نصب هذاك الخليط ديال المستحضر ديال الفلون بالشوكولات بحال هكا. غادي ندير شويه ديال روح الشوكولا، وقلت لكم ماشي ضروريه، انا غير بغيت تعزز لي النكهه. درت الراس ديال هكا نص معلقه ماشي الراس، الا ما عندكمش ما ديروهاش، ماشي ضروريه كنعاود نقولها. غادي نخلط هاد المكونات مزيان، وغادي ندي الفلون ديالنا يطيب بحال غنطيبوه يغلى ونزولوه ونطلق. درت الخليط ديال الفلون ديالنا كيطيب، دابا غادي ناخذ الطاوه ديال اللي طيبت فيها الكيك نفسه. غادي ناخذ هاد صلصه الكراميل وغادي نديرها فيه، ممكن ديروها هي او ديروا صلصه الشوكولا. غادي نديرها في القاع ديال المول بحال هكا كيف ما كتشوفوا. هاد الكيك تيجي زوين بزاف، صافي بحال هكا. وغادي نحاول نديرو على الجناب بحال هكا، ماشي الجناب ديال المول وانما غير لتحت بحال هكا بحال هكا. وغادي نمشي نشوف الفلون ديالي الا كمل. هنا الفلون ديالنا كيف كتشوفوا وجد وغلا. دابا غادي نخويه فوق هاد الكراميل، هاد المول، وغادي نخليه واحد 5 دقائق يبرد لينا ويدفى هاد الفلون وعاد نطلقه. هنا كيف كتشوفوا الفلون ديالنا خليناه برد شويه، اخر 5 دقائق ما خصوش يجمد. غادي ناخذ الكيك ديالنا اللي طيبت معكم وشفتوه، غادي ندير هاد الجهه اللي كانت لتحت هي اللي غنعاود ننزل عليها الكيك بحال هكا كما كتشوفوا. وغادي نحاول نضغط عليه غير شويه، حاجتي بالفلون يغطي لي الجناب بحال هكا. دابا غادي ندخل الكيك ديالنا للثلاجه، وغادي نخليها واحد الساعه حتى كتبرد مزيان، وعاد غادي نطلقوا باش نقدموها في الطبق النهائي بحول الله. الكيك ديالنا هو هذا، مني دخلته للثلاجه وخليته برد جوج ديال السوايع. دابا غادي نقلبوه مباشره في طبق التقديم ديالنا. غادي ناخذ الطبصيل اللي غادي نقدم فيه، غادي نديرو وبسم الله على بركه الله. غادي نقلب، وغير بشويه نحاولوا معاه البنات، غنبقى معاه بشويه بشويه حتى ينزل. ها هو اوبس، هانتو كيف كتشوفوا كينزل لينا
بكل سهوله. انا هي تعمدت ننزله قدامكم، انا ما فاش ننزل قدامكم الكيك تفاديا لبعض الكلمات عاوتاني. ها هو تيجي على هذا الشكل. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم. ولا ها انتو داك الكراميل اللي درت كيبدا ينزل بحال هكايا، وهو تيعطي واحد المنظر راقي وجميل للكيك. اللي ما انتوما تحكموا في المذاق ديال الفلون اللي باغين. بغيتوا ديروا غير كيكه عاديه وديروا فيها الحامض ديروا فلون ديال الحامض، بغيتوا ديروا كيكه ديال البرتقال ديروا الفلون ديال البرتقال، بغيتوا ديروا فخاز يعني اي نكهه بغيتوا. نتوما تحكموا في الكيك، ديروا غير عادي اي كيك كينجح معاكم وتوجدوا به. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم. ولا عجبتكم الوصفه كيف ديما ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، اشتركوا بالقناه ديالي قناه هيوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل الجديد ديالنا. وما تنساوش تمشيو تزوروا قناه الاخت الغاليه عائشه غيسيبيس باش تستافدوا منها، حتى هي ما شاء الله عليها عندها وصفات رائعه. غنخلي لكم الرابط اسفل هذا الفيديو. ودمتم بود والى وصفه قادمه بحول الله. قبل ما نقطع عفوا غادي نقطع لكم طرف باش تشوفوه طرف. غير سمحوا لي هذا الكيك ممكن نقدموه حتى ديسير، وحنا عندنا ضياف تيجي رائع وشهوه منه وسهل، يعني بحال كيكه قدره قادر وقدره قادر المزوره. هانتم هو تجي جوج طبقات، طبقه فلون وطبقه ديال الكيك. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم والى وصفه قادمه بحول الله.